الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم 28 من شهر هاتور المبارك أحسن الله قضاءه وعاد علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. يا أبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس الأنبس ربامون أسقف نيقيوس في عهد الإمبراطور دقلديانوس. ولد هذا القديس بأورشليم باسم سمعان، وكان يهوديا ينتسب إلى عائلة القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء. توفى والده واشتهى سمعان أن يصير مسيحيا، فأرشده الرب أن يمضي إلى الأنبا يوحنا أسقف أورشليم، فعرفه حقائق الإيمان وسر التجسد والفداء والقيامة والصعود. وبإرشاد من الله مضى إلى الإسكندرية وقصد البابا سؤونة البطريرك السادس عشر، ولما اطمأن إلى إيمانه عمده، ثم انفرد للعبادة فترة إلى أن استدعاه البابا القديس بطرس خاتم الشهداء بعد أن سمع عن تقواه وعلمه، واستبقاه معه ليساعده في الخدمة. ولما خلى الكرسي نيقيوس رسمه البابا بطرس أسقفا عليها، ففرحت به رعيته كثيرا، وأظهر الرب على يديه آيات وعجائب كثيرة، منها أنه كان بجانب مدينته برابي لعبادة الأوثان. فتوسل إلى الرب بصلاة حارة حتى تهدمت البرابي وغطاها الماء، وبذلك انتهت عبادة الأصنام من كرسيه، كما أنه استأصل بدعة سابليوس الصعيدي من الإبرشية. ولما وصل إلى الإمبراطور دقلديانوس أن القديس أبطل عبادة الأوثان وأنه ساهر على تعليم شعبه، أمر بإحضاره إليه إلى أنطاكيا. وفي الإسكندرية قابله البابا بطرس وجماعة من الكهنة قبل سفره وسلموا عليه، ووجدوه هادئا يتمتع بسلام داخلي ووجهه مثل وجه ملاك. ولما وصل إلى أنطاكيا أمر الملك بتعذيبه بعذابات شديدة، وبسبب احتماله وصبره وشجاعته أثناء العذاب دخل كثيرون إلى الإيمان المسيحي، مما جعل الإمبراطور يأمر بالتخلص منه وإرساله إلى إريانوس والي أنصنة بصعيد مصر ليعذبه هناك ويقطع رأسه بالسيف إن لم يرجع عن رأيه. وعند وصوله إلى الإسكندرية كان إريانوس موجودا بها، فأخذه معه في مركب. وعند مرورهم على نيقيوس مقر كرسيه وقفت المركب ولم يقدروا أن يحركوها من مكانها، فأنزلوه إلى بحر المدينة وقطعوا رأسه، فنال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.